شهدت مباراة كلاسيكو إيطاليا بين الأفاعي والسيدة العجوز فوز فريق الإنتر بهدف مقابل لا شيء، هدف كالهانغولو على إثر ضربة جزاء أعيدت للمرة الثانية، وذلك بعد عدم احتسابها في المرة الأولى رغم استقرارها، وذلك بعد تصدي الحارس تشيزي لركلة الجزاء واستقرارها في المرمى بعد متابعة هاكان وبعد لاعبي اليوفنتوس. وقام الحكم بإعادة ضربة الجزاء بعد إلغائه للهدف ورجوعه للفار، حيث ثبت دخول بعض لاعبي اليوفنتوس إلى منطقة الجزاء قبل تسديدها كان للركلة الجزاء. وقد قام مشجعو الأنتر بعد تسجيل الهدف بحمل لافتة على طريق ويل سميت وكريس روك في حفل الأوسكار، حيث مثل ويل سميت الإنتر وكريس نادي اليوفنتوس. إذن ما رأيك في هذه اللافتة بعد سخط الملايين على ما فعله ويل سميث لكريس في حفل الأوسكار رغم اعتذار هذا الأخير لكريس عبر حسابه في الإنستغرام؟